ثانيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثانيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثانيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثانيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع طلع البدر علينا من ثانيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثانيات الوداع وجب الشكر علينا مرحبا يا خير داع الله أكبر مرحبا يا خير داع اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم تسليما كثيرا 2011 حضرتك كنت صاحب الفكرة في تأسيس منيب باند والاعضاء الاساسيين موجودين في منيب عبد الله وحسام وبدر طبعا بدر هو غايب عندنا النهارده وانا ربنا يوفقك يا رب امين يا رب امين عايز حضرتك تكلمني كده عن يعني انا عايز اتكلم عن الباند بس انا الحقيقه عايز اتعرف على الوالد الكريم الفنان الكبير طبعا وهو يعني من العمالقه الكبار في الفن المصري فعايز حضرتك كده تكلمنا يعني عن كانوا عايزين يعرفوا انه الفنان الكبير احمد منيب اكتشف كتير من الفنانين نجوم الكبار دلوقتي طيب عايزين نعرف بقى الاصل مين اكتشف بقى اصل ممكن ناخد الالقاب اللي هو خدها في حياته وبالتالي هتمثل لنا هو كان عامل ايه في زمنه يعني طبعا اول حاجه كان اسمه الاب الروحي للاغنيه البديله فده معنى بيقول لك ان من 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 بدايه ان ظهور موسيقى احمد منيب بقى فيه اغنيه بديله شكل بديل من الموسيقى صح اللقب الثاني الاب الروحي للاغنيه الشبابيه ما شاء الله فده كان برضو حاجه تانية خالص يعني ان هو كان بيبين لك ان هو مع الشباب كلهم مع الجيل اللي كان طالع كان واقف جنبيهم ما كانش عنده حاجه ده اسمه كبير وده اسمه صغير لا كان متعاون جدا مع كل الشباب اللي كان بيشتغل في الوقت ده لقب تالت عميد الفن النوبي ما شاء الله بالموسيقى النوبيه اللي هو اثرها في وجدان النوبيين كلهم واللي عملت شكل من الموسيقى المصرية المعاصرة في الوقت الحالي يمكن نقول عليها موسيقى مصرية أكتر لأنها مش مستوحاة منها تكون مقامات تركية أو إيقاعات أفريقية لا دي حاجة مصرية مصرية يعني فبالتالي ده برضو والحاجة الثالثة أنه هو حصل على وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى من الجمهورية وسلمناه كان سيد الرئيس عدلي منصور فالحمد لله يعني لا حد ما بنعمل ان اي نافذه جديده بتفتح بنقدم فيها موسيقى وفن احمد منيب لان بنقول ان التكريم بيكون من الجمهور ما بيبقاش من يعني الاستمراريه بتبقى في من الجمهور موجوده النهارده اما احنا في الباند عندنا بنلاقي ان اللي بيجوا يحضروا حفلاتنا 15 و16 و17 وفي اسر يعني ده مهم جدا ان انت بتلاقي الاسر موجوده لان الفن اللي احنا بنقدمه هو رساله من مجموعة شعراء عظماء جدا جدا زي فؤاد حداد مجدي نجيب عبد الرحيم منصور الأبنودي فانت كل كلمات الأغاني اللي احنا بنغنيها كلام بيتغزل في حب مصر كلام بيتغزل في حب الوطن فبالتالي هو الكلام فعلا مختلف زي المزيكا بالظبط يعني هو بالزبط الحالة كلها على بعضها عشان كده المسمى بتاعها في الآخر اسمه حقيقة مصرية حقيقة فنية في تاريخ الفن المصري صحيح موسيقى منيب الله طب احنا متشوقين ان احنا نسمع بقى من الاساتذه سمعونا منورين بنور انا خليفه مصطفى تسلم طيب معايا الله يحفظكم يا
صلي على محمد أشرق البدر في الظلام. يا رب صلي على محمد ما أشرق البدر في الظلام. يا رب صلي على محمد أشرق البدر في الظلام. يا رب صلي على محمد ما أشرق البدر في الظلام. أشرف الخلق والأنام يا سيد السادة الكرام. يا من لك الفضل والمزايا تسمو على كل ذي مقام. يا ربي صلي على محمد ما أشرق البدر في الظلام. يا ربي صلي على محمد ما أشرق البدر. أشرق البدر في الظلام. يا ربي صلي على محمد أشرق البدر في الظلام. أشرق البدر في الظلام. يا ربي صلي على محمد ما أشرق البدر في الظلام. أشرق البدر في الظلام. يا ربي صلي.